للاطلاع على مستجدات الوضع الصحي في مدينة تعز ينضم معنا مدير مكتب الصحة في المحافظة الدكتور راجح الملاكي. أهلا وسهلا بك. بداية دكتور، ما هي آخر المستجدات، مستجدات الوضع الصحي في محافظة تعز؟ مرحبا أخي الكريم. آخر أهلا بك. المستجدات وصلت عدد الحالات الإيجابية حتى يوم أمس، اليوم عدا لم تظهر نتائج 816 حالة إيجابية، وعدد حالة الوفيات التي وصلت إلى مراكز العدد العلاجي إلى حوالي 31 حالة وفاة، وهناك حالة متماثلة للشفاء، وعدد كبير من الحالات في وضع مستقر، وبالذات الحالات التي تصل إلينا في مراحل مبكرة، معظم الحالات التي تصل إلينا في مراحل مبكرة حالتها مستقرة. الوضع الصحي في محافظة تعز ما زال يعاني من نفس المشاكل ومن نفس الصعوبات. تطرقتم في التقرير السابق عن الوضع مركز العلاجي في مثل الجمهوري أو في مركز شفاء، ما زال المريض يعاني من دفع قيمة جزء كبير من الأدوية. أخي الكريم، ليس فسادا في مكتب الصحة ولا فسادا في السلطة المحلية، ولا كما يدعي التقرير أنها أموال تأتي من المانحين والداعمين وتذهب إلى أدراج الرياح. نعم. أخي الكريم، لم نحصل على أي دعم حتى الآن، حتى المبالغ المالية التي خصصت من وزارة الصحة بتوجيهات مجلس الوزراء حتى الآن منذ أن توليت منصب رئيس مدير مكتب الصحة تعز لم أتسلم حتى 5 ريال من الحكومات. كل ما صرف 20 مليون تم استلامها من قبل المدير السابق. ما تم اعتماده من وزارة المالية وبتوجيهات رئيس الوزراء ما زال حديث التداول ما بين البنوك والبنك المركزي في عدن والبنك المركزي في تعز، متى ستصل هذه المبالغ؟ نعم، فيما تذكرون. نعم، هذا بالنسبة للاعتمادات التي ذكرتها والمبالغ المالية أو المستحقات بشكل عام، لكن أيضا ماذا عن يعني المحاليل الخاصة باكتشاف مصابي كورونا؟ هل تم تزويدكم بمحاليل جديدة مؤخرا؟ وكذلك المستشفيات، المحاليل تم تزويدنا بكميات نوعا ما مناسبة، لكن لا رمزية أعداد. ما أخي الكريم، المحاليل المختبرات أعطونا كمية، لكن كما أشرت في عدة أحاديث سابقة لي، نحن يفترض أن نقوم بإجراء فحوصات لكل حالة مؤكدة، وكل من خالط هذه الحالات سواء كان من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، كما يجب علينا في مرحلة تفشي وباء أن نقوم بأخذ عينات عشوائية من المجتمع وفحصها، لكن ما يوجد لدينا من معايير يكاد يغطي الحالات المشتبهة أو الحالات المخالطة من الدرجة الأولى. لكن دعني أعود في حديثي إلى موضوع الأدوية. نعم تفضل. أولا، لا توجد أدوية مخصصة لعلاج الكورونا، وإنما هي أدوية مجموعة بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية أو البروتوكول الأمريكي أو الخليجي أو الإيطالي، يجتهد الأطباء في وصفها للحالات بحسب حالة كل مريض يدخل مركز العادة. هذه الأدوية لا توجد في مخازن وزارة الصحة، توجد جزء منها بسيط، قمنا بصرف ما هو متاح لمركز العلاجي في المستشفى الجمهوري التابع لوزارة الصحة، كما قمنا بتزويد مركز شفاء بجزء من هذه الأدوية. اليوم وبالتحديد وبحسب توجيهات المحافظ رئيس المجلس المحلي، تم إقرار مبلغ مالي لشراء أدوية إسعافية لمركز العدد العلاجي في الجمهوري، بحيث نستطيع تغطية 50%. نحن على ثقة ونحن متأكدون أن المواطن يعاني، وكما أشار تقريركم أن مريض الكورونا يعاني من ضيق في النفس، وأقارب المريض يعانون من ضيق في المادة. هذا نعم. هل طبق هذا التوجيه للشعب اليمني يا أخي الكريم؟ نعم، هل طبق هذا التوجيه بشراء الأدوية المتعلقة بمرض كورونا؟ اليوم أنا سمعت تعليق الأخ نشوان مدير عام المستشفى الجمهوري أن المركز فعلا يتبع مكتب الصحة العامة والسكان حتى نتمكن من توفير أدوية وحتى نوحد الدعم المقدم حتى لا يتشتت الجهود، لكن حرصنا على التواصل مع رجال الخير، مع رجال الأعمال، مع المنظمات، لم تستجيب لنا أي منظمة، وإنما حدثت استجابة من بعض فاعلي الخير، إلى جانب استجابة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، مدير عام التخطيط، مدير عام المالية، مدير عام الخدمة المدنية، والذين أقروا اليوم اعتماد مبلغ مخصص لشراء جزء من هذه الأدوية والمستلزمات.
وتم اليوم البدء بتركيب صيدلية داخلية لمركز العزل العلاجي. هذه الصيدلية سوف تزود بالأدوية من الجانب الحكومي ممثل بمكتب الصحة ومن جانب رجال الأعمال، وهناك مندوب يمثلهم. سنعمل بشفافية بدكاترة صيادلة من مكتب الصحة إلى جانب مندوبين عبر فاعلية الخير، حتى نعمل بشفافية واضحة، لأنه الهدف هو توفير ما يمكن توفيره من أدوية لهذه الحالات. أنا يعني أكون معك في كل ما طرح، بأنه مريض الكورونا يعاني من ضيق في النفس، وأهل مريض الكورونا يعانون من ضيق في الدخل والرزق نظرا للأوضاع التي تمر بها مدينة تعز. نعم. لذلك أطلقنا نداء الاستغاثة لفاعلية الخير، فتم الاستجابة من بيت الشيباني، من بيت آل سعيد، من بيت عبد العزيز. مجموعة من التجار بدأوا بمد يد العون لمرضى الكورونا ولمراكز العزل. نعم، هذه قد ربما هذه المساعدات قد تكفي للمدينة، لكن أيضا هناك مؤخرا تصاعد لحالات وفاة وإصابات من المواطنين بأعراض كورونا في أرياف تعز، وخاصة قرى صبر في الشقة. يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في مكتب الصحة، وهل تكفي أيضا هذه المساعدات لتقديمها للأرياف؟ من حيث المساعدات هي لا تفي لمدينة تمثل 50% من سكان الجمهورية اليمنية في المناطق المحررة، مدينة عدد سكانها يتجاوز 4 مليون مواطن. ماذا ستعمل 100 مليون أو 200 مليون أو حتى المليار لأدوية ومستلزمات وتجهيزات؟ لذلك أخي الكريم، ما اتخذه مكتب الصحة من إجراءات على النحو الآتي: فإبلاغ وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بضرورة تفعيل المراكز العزل العلاجية الجديدة في المخا وفي خليفة وفي المشراق. على العموم في هذه النقطة أحب أن ألفت انتباهكم، الأمس واليوم في مديرية المشراق تزايدت الحالات بشكل مخيف، مما أضطر إلى التنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المديرية. وأنا عبركم عبر قناة الشمان شباب أوجه جزيل الشكر والعرفان والتقدير لقيادة السلطة المحلية في مديرية المشراق لتجاوزها وإعلان حظر التجوال وإغلاق الأسواق والمحلات، حتى تتمكن الفرق الصحية من التقصي والرش والتعقيم. وبالتالي أخي الكريم، نحن عملنا على فيما يخص الحميات، أصدرنا تعميم مع استمارات ونماذج لأخذ بيانات لكل عقال الحارات، لكل المديريات، لكل العزل، نجمع فيه بيانات الحالات المتوفاة بسبب حميات، قد تكون كورونا، قد تكون حمى ظنك، لكن نحن في صدد وباء هو الكورونا، وبالتالي نعتبر كل مريض يتوفى بسبب حميات حتى وإن لم يفحص بحسب قوانين الترصد الوبائي فهي تعد حالات كورونا، حتى نتمكن من رفع إحصائيات دقيقة نخبر العالم هذه معاناة تعز، هذه مشكلة تعز، هذا هو الوضع الصحي في تعز. نعم. إذا لم تتحرك المنظمات الدولية لتقديم الدعم، حتى الدعم الحكومي والدعم المحلي لن يفي بالغرض. نعم. دكتور راجح المليكي، يعني أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الدكتور عبد القوي الشميري، قد وجه المصابين بفيروس كورونا بالاكتفاء بالحجر المنزلي. يعني إذا ما تم ذلك، وطبعا بسبب عدم توفير الخدمات اللازمة بالمستشفيات، ربما دعا إلى الاكتفاء بالحجر المنزلي. ما تعليقكم على ذلك، وأيضا كيف يمكن؟ كم كنت أتمنى من الأخ الدكتور الشميري أن يطلق أولا نداء للأطباء الاستشاريين والأخصائيين أن يهبوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أخي الكريم، مشكلتنا في القطاع الصحي وبالذات في تعز عدم وجود كادر طبي متخصص، فكان الأحرى والأجرى من الأخ رئيس النقابة أن يوجه نداءه للأطباء، أن يوجه نداءه لنقابة الأطباء العرب، أن يوجه نداءه للنقابة الطبية على مستوى العالم، أن هبوا إلينا بكوادر طبية تعمل في صنعاء وتعمل في عدن وتعمل في تعز وتعمل في كل محافظة. نعم. لكن ربما هذه الطريقة الوحيدة المتوفرة حاليا بأن يبقى المصابون بفيروس كورونا في الحجر الصحي، لكن على أي حال سؤالي هو كيف يمكن أن تقوموا بإحصاء أعداد المصابين وهم بالحجر الصحي داخل المنازل؟ يعني كيف يمكن لكم أن تحصوا هذه الحالات؟
أخي الكريم، لدينا فرق استجابة سريعة في أقل مديرية، لدينا 18 عضو، في أكبر مديرية لدينا 32 عضو موزعين بمربعات المحافظات، يبحثون عن الحالات الحميات. تقابلنا مشكلة فقط لا غير، أن كثير من الحالات تخفي على الآخرين وجود حميات، وذلك بسبب الحملة الإعلامية الظالمة التي تتهم القطاع الطبي سواء في العام أو الخاص أنهم يمتلكون إبارة الموت الرحمة. هذه شائعة، هي من تسببت بموت كثير من الحالات نظرا لعدم وصوله إما للمراكز الطبية أو لفرق الاستجابة السريعة. ومع ذلك فإن فرق الاستجابة السريعة وبإمكان مراسلكم أن يحضر إلي المكتب لأظهر له بعض الإحصائيات التي وصلنا بها حتى إلى تحديد هذه الحالات، هل هي قادمة من عدن أم قادمة من صنعاء، وهل توفت بعد وصولها إلى المنطقة، وهل هناك مصابين تعرضوا لإصابة من هذه. يوجد لدينا إحصائيات، لكن عملنا نماذج وتعميمات لعقار الحارات، حتى على مستوى المقابر أصدرنا تعميم بعدم إجراء أي عملية دفن إلا بعد أن توجد تصريح من الجهات الرسمية يحدد فيه حتى سبب الوفاة. لكن أخي الكريم، نضع السؤال أمام الجهات الأخرى، لماذا يلقى اللوم على قطاع الصحة؟ هل نحن في قطاع الصحة المسؤولين عن تصاريح الدفن؟ هل نحن في قطاع الصحة المسؤولين عن منع التجول؟ هل نحن في قطاع الصحة المسؤولين عن توفير الأموال؟ ألا توجد جهات أخرى تتحمل المسؤولية إلى جانب القطاع الصحي؟ نعم، وضحت الفكرة دكتور راجح من وقتك. الملاكي، نعم، يعني ربما هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشته في برنامج ضد كورونا، والذي يعرض على قناة يمن شباب مع الزميل عمار غيلان، ولكن بالتأكيد أيضا سنلبي دعوتك لبعث مراسل قناة يمن شباب إليكم من أجل هذه الإحصائيات، ليكون هناك معرفة وتوضيح لهذه الإحصائيات لليمنيين. شكرا جزيلا لك.